غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية مع فضيلة السويسي أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها داعش عدو واحد وعدة جبهات الفلوجة نازحون بلا معين محمد علي أسطورة تغيب تشتد سخونه القتال في اكثر من جبهه ضد تنظيم داعش حينا ثم تخفت حينا حسب طبيعه التطورات الميدانيه والسياسيه في كل من العراق وسوريا لكن منذ بدء الحمله العسكريه الدوليه على هذا التنظيم لم تكن هناك استراتيجيه موحده فاعله وواضحه بين قوات التحالف الدولي وبقيه الاطراف المعاديه للتنظيم سواء الحكومه السوريه المدعومه من موسكو او فصائل المعارضه السوريه المعتدله وغيرها غير ان المعارك التي تدور الان في اكثر من جبهه وفي نفس الوقت في العراق وسوريا تشير الى تغير في هذه الاستراتيجيه حيث يحاول التنظيم صد اكثر من هجوم لاكثر من جهه بدءا من الفلوجه في العراق مرورا بشمال الرقه السوريه وصولا الى شمال حلب وغرب محافظه الرقه هجمات متزامنه تشنها اكثر من جهه مختلفه يجمعها كلها خيطان يشير احدهما الى واشنطن وثاني إلى موسكو يخوض داعش حربا مع أكثر من جهة وعلى أكثر من جبهة، لكنها المرة الأولى التي تفتح عليه عدة جبهات في نفس الوقت، فشمال الرقة معقل داعش في سوريا يتعرض لهجوم منذ فترة تشنه ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي مباشر على الأرض. والى الغرب قليلا تخوض فصائل المعارضه السوريه المعتدله شمال حلب معارك شرسه مع تنظيم داعش الذي يحاول التقدم باتجاه مارع لتخفيف الضغط عن قواته في الشرق وضع دفع التحالف الدولي بقياده الولايات المتحده الى القاء اسلحه للمعارضه حتى تتمكن من صد هجوم داعش وطرده من المناطق التي سيطر عليها شمال حلب والى الجنوب قليلا بدات قوات الجيش السوري النظامي مدعومه بغطاء جوي روسي هجوما بدخولها الحدود الاداريه لمحافظه الرقه وهدفها مدينه الطبقه الاستراتيجيه التي تعتبر ترسانه اسلحه لداعش وما يجري في سوريا ليس بعيدا عن ما يجري في العراق اذ تواصل القوات العراقيه المشتركه معركه لاستعاده الفلوجه من داعش بداتها بمشاركه ميليشيا الحشد الشعبي الموالي لايران. بغطاء من التحالف الدولي بقياده الولايات المتحده. تصعيد عسكري ضد داعش على عده جبهات في سوريا والعراق يشير الى وجود توافق دولي وتحديدا بين روسيا والولايات المتحده على تضييق الخناق على التنظيم المتطرف. لدى سامي قاسمي المزيد من المعلومات التوضيحيه عن هذه الجبهات المشتعله ضد داعش في كل من العراق وسوريا. من اين ستبدا؟ الليله سامي في هذا الشرح سنبدا من سوريا لان هناك تقدم ملحوظ لقوات الجيش السوري من جهه الطبقه، طبعا لو بدانا الهجوم كما ذكرنا مشاهدينا بالهجوم الذي شنه الجيش السوري والذي اخترق الحدود الغربيه لمحافظه الرقه للمره الاولى منذ نحو عامين. طبعا القوات السوريه شنت هجوما من ريف حماه الشمالي طبعا وتمكنت من التقدم مجددا والوصول الى داخل الحدود الاداريه كما نشاهد هنا الحدود الاداريه لمحافظه الرقه وهي المعقل الابرز لتنظيم داعش في سوريا. الهدف الاساسي من كل ذلك وفق المرصد السوري لحقوق الانسان هي استعاده السيطره على مدينه الطبقه كما نشاهد هنا مشاهدينا هنا الطبقه في محافظه الرقه يبدو ان القوات السوريه باتت على مقربه من هذه النقطه المهمه جدا التي يوجد بها مطار عسكري وبها ترسانه كبيره من الاسلحه وباتت القوات السوريه بالفعل على بعد نحو أربعين كيلو مترا من هذه النقطه تحديدا التقدم نحو معقل داعش يبدو انه مدعوم بغطاء جوي روسي كما نشاهد هنا مدعوم بغطاء جوي روسي وايضا مدعوم بمقاتلين موالين للجيش السوري دربتهم موسكو ويعرفون باسم قوات صقور الصحراء. اذا هذه الجبهه الجديده يبدو انها تتزامن مع التحركات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطيه نحو منبج، قوات سوريا الديمقراطيه تتقدم من عين عيسى ومن هذه المناطق نحو مدينه منبج التي يتحصن بها داعش، والتقدم الكردي كما هو معلوم مدعوم بغطاء جوي للتحالف الدولي. ضد داعش وذلك بقياده الولايات المتحده الامريكيه. هذه التحركات قد يستشف منها انها تتم بتخطيط من جهتين مؤثرتين في المنطقه هما واشنطن وموسكو، واشنطن في الشمال وموسكو في الجنوب لاطباق الخناق على هذا التنظيم. المتشدد، لا يجب ان ننسى هنا ان المعارضه السوريه تخوض منذ عده ايام معارك ضد تنظيم داعش في شمال حلب وتحديدا في مارع وكذلك في منطقه اعزاز في الشمال. طبعا قبل أيام أسقطت طائرة أمريكية أسلحة للمعارضة السورية تحديدا في مارع لدعم المعارضة حتى لا تسقط هذه المدينة بيد التنظيم الذي توسع في مناطق قريبة من الحدود التركية السورية والتي تعتبر منطقة استراتيجية للمعارضة المعتدلة والتي توصلها بتركيا إلى شمال حلب ويبدو أن تركيا أيضا تدخلت كما سمعنا اليوم في الانباء حول تقدمت في هذا الريف الشمالي لحلب لمساعده المعارضه المسلحه حتى لا تسقط هذه المدينتين الاستراتيجيتين اذا كما نلاحظ الخارطه حصار من كل الجبهات على داعش تقريبا هنا حصار على داعش يبدو انه مطوق من المعارضه السوريه المسلحه وايضا من طرف الاكراد ومن طرف الجيش السوري. هذا السيناريو يتكرر ايضا في العراق بعد تحرير الرمادي يبدو ان القوات العراقيه المدعومه بالحشد الشعبي والتحالف الدولي بدات تضيق الخناق على داعش في الفلوجة كما نشاهد هنا في هذه الخارطة بحسب المصادر الأمنية العراقية اليوم فإن الجيش تمكن من السيطرة على السقلوية تمكن من السيطرة على هذه المدينة السقلوية في الشمال وفي النعيمية في الجنوب وهي جزء من مدينه الفلوجه وتواصل القوات العراقيه محاصره الفلوجه من اكثر من محور تمهيدا لدخولها وسط استمرار تصدي مسلح داعش المتحصنين داخل هذه المدينه اذا فضيله داعش بين فكي كماشه ويبدو انه في أسوأ حالاته هذه المره وقد تؤدي كل هذه الجبهات المفتوحة ضده إلى تقهقره في النهاية كما تدعو طبعا قوات التحالف الدولي ضد داعش عموما سامي لمزيد من التحليل ينضم إلينا من غازي عن تاب الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الأسمر سيد فايز الأسمر يعني هل بالضرورة كل هذه الجبهات المفتوحة ضد داعش تعكس تغيرا مدروسا في الاستراتيجية ضده ام ان المصالح المشتركه هي من فرضت فتح كل هذه الجبهات مساء الخير استاذه فضيله اهلا وسهلا حقيقه ان كلا الامرين هم حقيقه ان كلا الامرين هم صحيحان ما ما ذكرتي يعني اول شيء تقاطع المصالح والأمر الثاني كأنه حان الوقت لقتال داعش حقيقة بعد سنة ونص من تشكيل التحالف الذي لم يقدم شيئا واقتصر على الضربات الجوية إن كان في سوريا أو في العراق وزاد الأمر عندما تدخل الـ الـ الروس في 31 تسعة من عام الماضي في ضربات على هذا التنظيم يعني حقيقة المعارك الآن التي تدور في العراق وفي سوريا ضد تنظيم داعش تهدف إلى تقطيع أوصال التنظيم وعزله في مناطقه وتقطيع أوصاله وتشتيته ومنعه من المناورة من من دولة إلى يعني من العراق إلى سوريا أو بالعكس وضمن البلد الواحد محاولة تقطيع أوصاله وتجزئة قواته ومحاولة حصارها في جيوب معينة من قبل القوى والقضاء عليها على اجزاء هذه هي الاستراتيجيه باستخدام الطيران طبعا وهناك اكيد في الفتره الاخيره لاحظنا هناك تدل دلائل على الارض هناك تنسيق روسي امريكي في قتال تنظيم داعش في سوريا طبعا اقصد انا في سوريا لانه انا اعلم ماذا يجري على الارض السوريه هل برايك هذه الجبهات المفتوحه ضد داعش اخضعته لتكتيك الدفاع بدل الهجوم الذي اعتمده في الفترة الماضية تماما أستاذ فضيلة يعني حقيقة أن تنظيم داعش يملك المقبرة على التكيف ويملك استراتيجيات كبيرة يعني أحدها هي سمكة الصحراء يعني عندما يحاصر في مكان فيضرب في مكان آخر وهذا ما لاحظناه في عدة معارك يخوضها ان كان في سوريا او في العراق يعني لاحظنا الان احنا بالطبقه اه فجاه انتقل النظام لاحظنا انه فتحوا البيده جبهه الشمال السوري شمال الرقه هجومهم من شمال الرقه باتجاه الرقه وفجاه وخلال وبدون سابق انذار انتقلوا إلى الجهة الغربية الضفة الغربية لنهر الفرات إذن هناك تنسيق ما بين القوات المهاجمة اللي هي البيدة وقوات النظام وفجأة أيضا ترك النظام معركة حلب الكبرى التي طبل وزمر لها كثيرا هو وإيران وانتقل إلى محور هجوم باتجاه مدينة الطبقة ومحور هجوم أثريا باتجاه الطبقة وباتجاه ليصبح ما بين تنظيم داعش محصورا في الضفة الغربية لنهر الفرات من جرابلس إلى عزاز ما بين وحدات البيدة وما بين قوات النظام. إذا هناك ألف إشارة استفهام طيب. أنه هناك تنسيق عالي المستوى إذن بين قوات البيد وقوات النظام. أه هل هذا يجعلها المستفيدة الأبرز من القضاء على داعش في هذه المناطق؟ أكيد لأنه للأسف لاحظنا أستاذة فضيلة يعني حصار الثوار. للاسف في الجيب الجيب اعزاز مارع يعني انت لاحظتي انه في الاشهر السابقه في الشهرين الماضيات عندما يكون البيدي طرفا في قتال تنظيم داعش فان التحالف بقياده الولايات المتحده الامريكيه يحيل له الارض الى دمار ويقول لتلك القوات ادخلوها امنين كما حدث في تل ابيض وعين العرب اما عندما قاتل الثوار على الشريط الحدودي آه باتجاه اعزاز وباتجاه قرى مزرعه ولاحظت انهم وصلوا الى الراعي لم نقدم نعم نعم لهم هذا الدعم الجوي مما ادى الى تراجعهم وحصارهم في منطقه مارع آه. و... ولكن آه. لو سمحت لي يعني باختصار السيد الاسمر تركيا هل ستقبل بالسماح للاكراد للاستحواذ على كامل الحدود يعني متى تتدخل واشنطن لتقول بان هذا هو الخط الاحمر الذي رسمته انقره للأسف إلى الآن المقروء أنه لن تتدخل وهذا للأسف أنت لاحظت في بالمقدمة أنه انتقل الهجوم من أجل الخط الأحمر التركي يعني انتقل الهجوم من شمال الرقة لأن تركيا وضعت الخط الأحمر هو أن تتجاوز قوات البيدة الضفة الغربية لنهر الفرات وتجاوزتها من جسر قرقوزاق ونشرت الجسور الكثيرة لعبور تلك القوات باتجاه غرب الفرات وصولا إلى منطقة منبج وبالتالي إلى الخط الأحمر دخل وقته من أجل تركيا ولكن تركيا في الفترة الأخيرة وحسب تصريحات أردوغان قالت أن جل المقاتلين الذين عبروا هم من المكون العربي يعني 2500 مقاتل عربي و450 من التنظيم البيدي وهذا نعم الأسمر مخالف نعم. للحقائق نعم. الموجودة على الأرض أشكرك فايز الأسمر الخبير العسكري والاستراتيجي من غازي عنتاب. الان طبعا مره اخرى الى طائفه من مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع سامي قاسمي بماذا شارك متابع سكاي نيوز عربيه في هذا النقاش. الخلاصه فضيله من عدد من المشاركات ولدينا هنا نموذج على هذه المشاركات هو ان بعض المشاركين يقولون بان الولايات المتحده الامريكيه وايضا روسيا تدعم بعض الميليشيات ل اسقاط داعش ودحر داعش لكن نجاحه في دحر داعش قد يولد مشاكل مستقبلا ان هذه الميليشيات ستتصارع فيما بينها وبالتالي يطول امد الصراع في سوريا حصه تقول الاستراتيجيه الامريكيه القائمه على عدم الانخراط بمعارك بريه ضد داعش واعتمادها على فصائل مقاتله وميليشيات ستكون سببا في اشعال حروب اهليه في المستقبل. نبيل يقول امريكا وروسيا شجعتا على ظهور فصائل وميليشيات متنوعه لاطاله امد الصراع في سوريا والعراق. جمال القضاء على داعش يكون بدعم جيوش وطنية لمحاربة داعش وليس ميليشيات مسلحة وضربات جوية لا فائدة منها آخر تغريدة مها تقول الحرب على داعش دون معالجة الأزمات التي أدت إلى ظهوره ستضعف تنظيم ولكنها لا تنهي وجوده فضيلة شكرا سامي